ما بشربش حاجه ليه يا متر؟ متر اهلا اهلا، نور يا عمور. اهلا وسهلا فيك مسيو تامر. اهلا اهلا، عن جد بيروت نورت كتير. منوره باهلها. اهلا يعني، هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك، بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي. يلا باي 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 يا جماعه، احنا لازم كلنا كده. اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم، لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا فعلا. طب هاتي لنا دي تومي. نعم اوكي، بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. الو كيفك؟ ماشي الحال. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحب على مصر طبعا. عمر ايه ونيلة ايه؟ ده اساسا ولد كلب ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيرة انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللطيف ده. بس انا خايف يعني تكون انتي متضايقة انك خرجتي معايا عشان شيرين انتينك وكده. شو شيرين انتيني؟ يا بحياتك قلت انتيني شيرين، انا ما بحبها اساسا، حاسة كتير بتغار مني ولئيمة لئيمة لئيمة. يعني سوري اذا عم تحكي عنها هيك هلا. لا 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 لا، تحكي ايه؟ ده انت بتحكي زي ما انت عايزه، دي شخصيه اسمها اصلا وانا ما كنتش طايقها وشكلها نصابه من الاخر. بوبي انا من يوم ما شفتك يا بوبي مش شايف حد في الكون، صدقيني كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي، هقول لك كل حياتي بيتي. عن جد؟ عن جد؟ طبعا عن جد، انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله، طب انت يعني ما رح تفكر بالناس وكلام الناس وروعة وشيرين؟ توصف الناس، الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكرة الأرضية؟ تحسي الموقف اللي انت فيه ده انا مليهولك في 10 ايام. كتير مبسوطة كتير. الحمد لله يا حبيبي، انت مش جعانة صحيح؟ انت عارفة كتير جعانة كتير. معقولة؟ وليد ذوق يا بابا. ضفدع بشري جايب لك العشاء، ايه رأيك؟ كتير رومانسيك. شفت عز قبل كده؟ اه. فين الشوربه؟ انت هتستهبس، روح هات الشوربه. مش معقول، شكرا، بموت عليا هون. بسم الله بسم الله بسم الله. طب بما ان يعني احنا عايشين في ارض كتير ومنسيين. اه كتير حلوه. اه انا حابب اقول لك سر كتير حلو. قولي. انبسط فيه كتير. قولي. تعرف ان انا مستحيل تغرق؟ تتكلمي بجد؟ مش هضحك بجد. ليه؟ واخدة بطولات سباحة مثلا؟ عندي عوامتين بنتخن أربع مرات في السنة. طب خلاص، هو أنت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في البسين، ده احنا في البسين. بوبي 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 اطلعي خلاص، نفسك يا ماما، ده أنت غطاسة رهيبة. بوبي البنت ماتت ولا إيه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. وين ده عم ابراهيم بسرعه هو واولادي ينطوا في البسين يدوروا على البيت. بوبي اتحرقي بقى، انا جعان. هتعطيني بقى ده وريني تسيبك منها. هاي هاي، هاو ار يو؟ فاين. منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي ها، وقلتوا في ليله امانيا. لا لا النهارده لا، انا هطرح بيتكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبة لكم هيبقى قاطع عيش للأمانة. يعني النهاردة آخر ليلة بالنسبة لي في العزوبية، بكرة إن شاء الله هتجوز. هتجوز ست مش عايز أتكلم عليها كتير، بنت بيت، بنت أصل، متربية، هتنسيني كل التفاهة وكل السفالة اللي أنا عشتها في حياتي اللي أنتم منها طبعا. هبتدي أكون رجل محترم، وبالتالي هكون في بيتي محترم، بيتي هيبقى ليه تقاليد، ما عنديش زيارات، مش عايز حد فيكم يتكلم في التليفون، لان اصلا مش هيبقى في تليفون في البيت، هو تليفون واحد من 9 ل 10 وللمقربين قوي، فيا ريت ما تخربوش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى مش ليكم، بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه، بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره انا عامل ايه في بيتي. هضطر اطردكم، انا اسف. يلا جو اوت. يلا بره 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 بره، كل الثور اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت، يلا قومي. في قاعده ليه؟ ما كلهم خرف، ده انت رخم قوي. يلا في داهيه، بيت كده ينضف يبقى في ست وفي راجل، ومش راجل عادي، سيد الرجاله. توكلنا على الله. الى الجواز. انا يعني مش هبقى قاسي للدرجه دي، هحبها بس الاصول اصول، هتشوفوا الاصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. دي
يا يا بوبي والله والله يا بوبي وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا حياتي بس مش عجباني بوبي خسانه وهفتانه وعدمانه ايه معك حق حبيبي انا بغير المقاس 4 مرات في السنه مع كل فصل قياس شي هتوحشيني حياتي وانت كمان يا روحي بعد مره باي. بوبي ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الأخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي يعني ايه كوزين؟ ابن خالتي سهيل سهيل بس سبحان الله لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني ايه ما انه كان باستراليا وهلأ رجع بس مخانق مع مرته عنده مشكل كتير كبير كنت عم حل المشكل طبعا طب بس بذمتك حد يحل المشكل الساعة 4 الصبح شبيك تامر شبيك لا مفيش حاجة انا بتناقش معاك بدك تحنقني شي؟ لا اخنقنك شي ليه ده انا اعملك بطيخ احنا بنتكلم عادي ايه سهيل سلميلي على الجيتار ايه حبيبي اعمل لي ميس كول بليز وقت توصل على البيت بيزو بيزو هو دلعه بيزو غير سهيل انا مش فاهم عايز افهم الراجل اللي كان في بيتي تاكلي بطيخ شو بيك ولا بيك ولا زفت شو بتخبل شو بتهبل وانا يا دلي يا دلي على هالغرفه وانا يا دلي يا دلي على هالدرج نطت نطيت شو هالمسحة وأنا هيدي جوزك ايه يا دلي يا دلي يا دلي يلا حبيبي رح اشتاق لك كتير كتير وأنا كمان لا مش حنبوس حنبوس هالباب يا دلي يا دلي على هالباب بوبي ممكن أعرف مين الأفندي اللي بيلحس الأبواب ده في بيتي هيدا كوزينتي وانت ليكي كم كوزينتك؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني، كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتي وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تامر شبيك؟ بدي اعطيك لسه يعني باسماء كوزين تيتي؟ حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي بندردش كان عنده مشكل مع امي عم بحل له المشكل ما في شيء يا حبيبتي انت وكوزينتك على راسي من فوق وربنا يخليك وتحلي مشاكل اهلي ما في شيء بقى كده قومي اعملي ليموناد حاضر حاضر ثلاث معالق سكر عيوني لسه قاعد معاكي حالا جاهز في الثلاجه تعالي ندردش جاب شيء تعسيب ايه ايه سهيب وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مسكول اوكي حبيبي بيزو 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 انا كده عرفت انت بتعزي سهيب اكتر من سهيل لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو ده قلت له 5 بيزو انا بحب البيزو مع اني مش عارفها بس قشطه يعني فرفشي بقى كده فرفشي انت بتبرقي لي كده لان اقوم اعمل لمو انا كتير انبسطت فيك اليوم والله حبيبه قلبي مرسي مرسي كتير انك اجيت ان شاء الله رح نتكرر اكيد اكيد والله مشتاقين كتير بعرف وانا كتير مشتاقة يلا باي 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 حبيبتي باي باي حبيبتي باي باي بوبي نعم شو شو في بوبي 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 ما في عندك غير بوبي دخيلك فوت نام يطلع مين ده ان شاء الله سويل ولا عقيل ولا مين بالظبط شهاب جوز خالتي طب يا اختي اقفل الباب وتربسه ولا في وفد جاي نستقبله لا خلاص تربسه حبيبتي انت وحشاني انا متعصب لانك وحشاني انت مديه كل وقتك لاهلك افضيلي شويه تامر عن جد كتير تعبانه مش قادره احكي ولا كلمه حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه اخدك افسحك يومين في اي حته وامري ايه هانم ده ايه اللي انا شايفه بعنايه ده شوفي انت بتخونيني يا بت شو بخونك جنيت انت شي؟ جنيت انت شي؟ بتلعب المزرعة السعيدة مع شاب غريب في وسط الليل؟ وبالايبات اللي انا جايبهولك بفلوس يا خاينة؟ لا انت عن جد جنيت، انا شريف العشرة منك ومن اهلك كمان من اهلي وبترمي الايبات؟ طب تعالي بقى، انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه يا واطية لا تعالي دخيلك ما تمرمطنيش ده انا همرمطك انت وال30 راجل اللي بيجوا هنا دول لا دخيلك استني قبل ما تمشي، انت طالق طالق فاضل كام واحدة كده؟ واحدة طالق يلا غوري بالسلامة ما تمرمطنيش قرف تتخينة راجل طالع راجل نازل
مش مضايقني وجودهم، اللي مضايقني ان مفيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى. استغفر الله العظيم يا رب، طلقت الوليه اونطه.